مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حصل أن صحابيا ساعة غفلة نال من امرأة أجنبية قبلة، فحاسبته نفسه وعاتبته، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه يقص عليه ما حدث، فقال: استغفر الله واستر نفسك. خرج من عنده إلى عمر رضي الله عنه، حدثه الحديث نفسه، فقال: لا تفضح نفسك وقد سترك الله، استغفر الله تعالى. مطمئنت نفسه وبقيت تحاسبه وتعاتبه. وهكذا المؤمن، المعصية كأنها حمل ثقيل على ظهره، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، حصل مني كذا وكذا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة، فصلى النبي وصلى الرجل مع النبي. فلما انقضت الصلاة قال: أين الرجل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه النبي هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من الحاضرين: أهي له وحده يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي لأمتي، بل هي لأمتي. إنه لمخرج عظيم من رب كريم. إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الموقف أيها المشاهدون الكرام يكشف عن عظمة الحسنة ولا يهون من السيئة. الحسنات يذهبن بالسيئات، وهذا الذهاب له وجهان: إما ذهاب من القلب، بمعنى أن السيئة لم تعد محببة للإنسان، لا مكان للسيئة في قلب المؤمن، يكرهها، ينفر منها بسبب كثرة الحسنات المحيطة بها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الحسنات من ثمارها أنها تحبب المرأة بفعل الخير وتجعله ينفر من السيئات. أما الوجه الآخر للذهاب، فإن الحسنة تمحو السيئة، تزيل أثرها وكأنها لم تعد موجودة في سجل أعماله. هذه نعمة عظيمة من الله تعالى. فإن المؤمن بطبعه خطأ، وهذه الخطايا
إذا سلط عليها الإنسان الحسنات ذهبت بفضل الله تعالى. ولله در الحسن البصري حين قال: استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات المحدثات. وكأنه يريد أن يوجه الناس إلى أن الإنسان بطبعه ربما في ميزان سيئاته سيئات مضت عليها أيام وأعوام نسيها. المسلم الفطن يسلط عليها حسنات، هذه الحسنات تمحو بإذن الله تعالى هذه السيئات. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك، أي إن الذي يأتي يوم القيامة وهو هالك وقد غلبت سيئاته حسناته، هذا هالك ولا شك. لماذا؟ فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن المسلم إذا هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن هم بحسنة ففعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة إلا أن يتجاوز الله عنها. يا الله، كرم ما بعده كرم. يعني لو أن إنسانا ارتكب في اليوم 100 سيئة وجاء بحسنة واحدة فإنه ممن يرجى له الخير والمغفرة، إذ أن حسنة واحدة إن قبلها الله تعالى وضاعف له أجرها قد تتجاوز 700 ضعف في مقابل 100 سيئة إلا إن تجاوز الله عن بعضها أو عنها كلها. وبالتالي والله لا يهلك على الله إلا الهالك. أيها المشاهدون الكرام، يحسن بالمرء أن يستثمر في حسناته وأن يعد حسناته أكثر مما يعد أمواله، لأنها النجاة له مما قد يحصل منه من سيئات. فلا ينبغي للمسلم الفطن أن يستكثر من حسناته، فإنه بحاجة ماسة إليها ليمحو من سيئاته التي ربما حصلت منه ساعة غفلة دونما علم منه، أو ساعة ضعف كما كان من الصحابي الكريم الذي صنع ما سمعتم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.